وسط جهود دولية مكثفة لإنقاذ الغواصة تايتن وانتشالها من قعر المحيط الأطلسي، تطل صحيفة ذا تايمز البريطانية بهذا الرسم الكاريكاتوري ليذكر العالم بأن قارب صيد بائس غرق في نفس الأسبوع وما زال بانتظار من يخرجه من قاع المتوسط. الرسم أثار جدلاً بين من يفسر اهتمام العالم بتايتن فركابها الخمسة قد يكون على قيد الحياة، بينما المهاجرون الخمسمائة بالتأكيد ماتوا في جوف القارب الغريق. آخرون رأوا في الأمر انحيازاً دولياً للأغنياء والشركات الكبرى على حساب الفقراء، الذين عرضت كل من فرنسا وألمانيا على تونس مبلغ 25 مليون يورو لوقف تدفقهم من أفريقيا إلى أوروبا. أن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ولا نقبل أيضا أن نكون بلدا للتوطين. وكانت لجنة أممية قد دعت لتعاون إفريقي عربي أوروبي لإيجاد حلول دائمة لتدفق اللاجئين، بما في ذلك توفير ممرات آمنة إضافة لعمليات البحث والإنقاذ السريع مثل تلك التي تحدث الآن مع الغواصة تايتن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.